أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر من العام 2019، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري. حذرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من رسائل احتيالية تطلب تحديث المعلومات البنكية للأفراد من خلال الدخول على أحد الروابط الإلكترونية. وأوضحت الإدارة أن هذه الرسائل عمليات احتيالية القصد منها اختراق كلمة السر لمستخدمي خدمات البنوك عبر الإنترنت، كما يمكنهم الإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على مدار الساعة. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.08% مغلقا التداولات عن مستوى 1608 نقاط، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5,700,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,733,000 دينار تم تنفيذها من خلال 90 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على انخفاض النسبة 0.80%. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت فقد أغلقت على تقدم النسبة 0.51%. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجلت تقدم النسبة 0.38%. أما سوق دبي المالي فقد انخفضت بنسبة 0.24%. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط التي أغلقت على ارتفاع نسبته 1.63%. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد الموازنة العامة لحكومة دبي خلال 3 أعوام من 2020 وإلى 2022 بإجمالي نفقات 196 مليار درهم، وذلك لتعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة. وأوضح المكتب على حسابه بموقع تويتر أن موازنة الإمارة لعام 2020 هي الأكبر في تاريخها بنفقات بلغت 66.4 مليار درهم، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإنفاق هو تلبية طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة إكسبو 2020 دبي لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.
قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أن السودان أقر ميزانية 2020 التي تتضمن عجزا كليا يبلغ حجمه 1.62 مليار دولار، ووافق مجلس السيادة الحاكم ومجلس الوزراء على أول ميزانية للسودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وتتوقع الميزانية إيرادات تبلغ 12.63 مليار دولار، وتتضمن أيضا زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. بدء إنتاج عملات من الجنيه المصري مصنوعة من البلاستيك للحد من تزوير الأموال وخفض تكلفة الطباعة. شدد رئيس وزراء المملكة المتحدة وزعيم المحافظين بوريس جونسون على مغادرة بلاده عضوية الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2020، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أنهم سوف يستثمرون مليارات الدولارات في سبيل خدمة الصحة الوطنية. ومن المقرر تنفيذ البريكسيت يوم 31 من يناير، لكن لا تزال الصفقة التي تم التوصل لها مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي تنتظر تمريرها من قبل البرلمان البريطاني. انخفضت صادرات تايلاند بنسبة 7.7% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، لكن فائض الحساب الجاري شهد ارتفاعا. وقال البنك المركزي في تايلاند عبر بيان نقله على موقعه الإلكتروني إن فائض الحساب الجاري بلغ 3.38 مليار دولار في نوفمبر، مقارنة ب 2.91 مليار دولار في أكتوبر السابق له. كما وتقلصت قيمة واردات البضائع في تايلاند بنسبة 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل 17.60 مليار دولار. والآن مشاهدينا، نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بدء إنتاج عملات من الجنيه المصري مصنوعة من البلاستيك، مضيفا أنه تقرر تداول هذه العملات المصنوعة من مادة البولمير خلال عام 2020 للحد من تزوير الأموال وخفض تكلفة الطباعة. وأضاف أن العملة البلاستيكية ستكون جذابة وصديقة للبيئة وقوية وتقاوم الماء، إضافة إلى أنها تتمتع بعمر افتراضي أكبر من نظيرتها الورقية وأقل تلوثا، مؤكدا أن دولا كثيرة تستخدم تلك العملات مثل بريطانيا والصين وأستراليا وسنغافورة وإندونيسيا. ويذكر أن أول جنيه صدر في مصر عام 1836، حيث طرح للتداول في الأسواق المصرية وحل محل العملة الرسمية المتداولة آنذاك وهي الذهب والفضة.